أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة زوم. في زوم اليوم باش نقدم لكم نصائح للحفاظ على صحتك بمناسبة عيد الأضحى. عيد الأضحى من الأعياد اللي يستناها المسلم في كل عام، يحتفل به مع عائلته وأصدقائه ويقدم الأضحية لرب العالمين. وباش يكون عيدك مزيان لازمك تعرف اللي صحيح اللحوم الحمراء مصدر أساسي للعديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم وخاصة البروتينات، أما الإفراط في تناولها ينجم يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية كارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. الشيء هذا يمكن يؤدي إلى زيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولهذا ننصحكم في المناسبة هذه أولاً بطهي اللحوم بطريقة الطهي الصحية مثل الشواء مع تفادي القليل لأنه يزيد من محتواها الدهني. ثانياً التقليل من الزيوت وإزالة الشحوم من اللحوم قبل الطهي. ثالثاً الحرص قدر الإمكان خلال عملية الشواء على استعمال نار متوسطة الحرارة، نتجنب كذلك اشتعال النار أثناء عملية الشواء، التأكد من وصول اللحوم إلى درجة حرارة داخلية عالية تستطيع معها القضاء على البكتيريا الموجودة فيها، وإزالة الأجزاء المحترقة من اللحوم قبل تناولها. كيف ما ننساوش التقليل من الملح، خاطر حاجيات الجسم في هذه المادة لا يجب أن يتجاوز 5 غرامات في اليوم. الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء والتقليل من شرب الشاي والقهوة اللي هما رافعين للضغط ومانعين للاستفادة من امتصاص الحديد من الغذاء، وخاصة تجنب المشروبات الغازية اللي تزيد من درجة حموضة المعدة وتعمل على إضخامها ونجم نبدلوها بالعصائر الطبيعية. وأخيرا الإكثار من تناول الخضر والفواكه الغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف باش نمدوا الجسم بالأنزيمات اللي تساعد على الهضم وامتصاص الزائد من الدهون. هذه زوم بالنسبة لليوم، بقالي كان نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم وإن شاء الله عيدكم مبارك. باي باي.